حبيبي حبيباتي عزيزي عزيزاتي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من تعلم البيانو بالدارجة. أول حاجة بغيت نهضر معاكم في واحد الموضوع وهو ديال سبسكرايب. أنا كنلاحظ في لي زاناليز عندي في اليوتيوب 74% اللي كيتفرجوا وما مابونيونش عندي في لاشين. خاصكم تعرفوا المجهودات اللي كندير: الكاميرا، المونتاج، تسجيل الصوت، الميكساج، الماسترين، و لو بير بير هما لي كور اللي كنعطيكم ديال لي ديبيتون، سيتادير عاودت معاكم كلشي من زيرو. هو صعيب عليا الحال فاش كنلعب اللعب ديال ديبيتون، كنطيح بزاف د المشاكل وكنبقى نعاود. اشناهوما المشاكل اللي كيوقع ليا؟ كنكون لاعب كنسجل وكنفيلمي وكنبقى نلعب اللعب ديال لي بروفيسيونيل، سيتادير كنبقى نلعب التريزيام نافيام وهداك الشيء ما غاديش تعرفوا ليه، دونك خصني نطيح كواريه. فلهذا وركوا على ديك السبسكرايب. هادشي بطبيعة الحال غير كنقول لكم اللي ما بغاش يتابونا ما عندنا ما ديروا ليه. الوغ اليوم في الجزء 15 غادي نعطيكم لي زامبروفيزاسيون ديال اوتوم ليفز. هما امبروفيزاسيون سهله. علاش سهله؟ حيت لي زاكور تاع اوتوم ليفز كلهم كيتلعبوا في البيضين. وكيفاش؟ حيت غادي نعطيكم لي زامبروفيزاسيون في لي 7 ايام سي تو. ومنين غنعطيكم لي زاكور نافيام بيان سور كيكون عندها حتى هي لا غاب ديالها باش كتامبروفيزيو، ولا لعبنا تريزيام حتى هي كيكون عندها لا غاب ديالها. وغادا يلا وتكتشفوا معايا تتسويت. في les improvisations كي خصنا نعولو على جوج حوايج. اول حاجه هي لو تيم ما كنبقاوش نلعبوه، ولكن لي زاكور كيبقاو هما لو تيم. راه قلت لكم شنو هو تا ترا تا تيت تا ترا تا تيت، هذا سي لو تيم. دونك ما كنبقاوش نلعبو لو تيم، كنوليو نلعبو غير لي improvisations، ولكن لي زاكور كيبقاو هما وفي نفس الدوره. هذه الاولى. ثاني حاجه خصك ديما تعرف الاكور اللي كاين واللي موراه باش كتوجد ليه ديف خاز. غادي نعطيكم دابا الامبروفيزاسيون في اوتوم ليفز. عندكم 4 ديال لي زاكور الاولين غادي تلعبوا فيهم كلهم بيضين، هذه مزيانه. علاش؟ انا غنوريكم توت سويت. الوغ لي زاكور كاينين ري مينور 7، سول 7، دو ماجور 7، فا ماجور 7. هادو هما 4 لي زاكور الاولين. لامبروفيزاسيون ديالهم غادي تلعبوهم كلهم دي بلونش.
البيضين. مثلا ري مينور 7 سول 7 دو ماجور 7 فا ماجور 7 سالد. سيميلر سيت مي سيت et la mineur. Alors, ça fait غنعاودو بليكم كلهم. دابا ما يمكنش لينا نبقاو امبروفيزيو فحال هكا. اوكي غادي خصنا نكرييو دي ميلودي ولا نكرييو دي امبرو. كيفاش كنكرييهم؟ تقدروا تبداو في الري، تقدروا تبداو في الفا ولا في اللا ولا في الدو. هي الستيام. نبداو مثلا في الري ونكريو اون ميلودي. السبعة صلصات، صلصات فيها صول سي غي اي فا. Alors, Ré, 7 et Sol. Alors, je t'ai pas. Do majeur 7. Min Sol 7. Depuis le Do majeur 7. Alors, Sol 7. دو ماجور 7 فيها الصول. الوغ سمعوا بالاول. فا ماجور 7، فا ماجور 7 هلا. ابخي سي ميلور 7 لا. خصنا نقلبوا على الميلودي. سمعوا مثلا نبدا في الفا، حاجة تانية تقدروا تلعبوا لي زامبروفيزاسيون إما في الميزور نوار
cloche ou la double croche. Mettez l'oul. 1, 2, 3, 4. Mettez l'terri. 1, 2, 3, 4. 1. Mettez l'terri. 1, 2, 3, 4. عندكم بزاف ديال الحلول باش تلعبوا في الريتم. سمعوا مثلا. دابا غادي نديروا تيمبو في 116 وغادي نعوموا في لي زامبروفيزاسيون ديال اوتوم ليفز. 1 2 1, 2, 3. سيداتي وسادتي حبيبي حبيباتي هاد الحلقة كتنتهي مع لامبروفيزاسيون اللي هي امبروفيزاسيون تري سامبل باش نتوما تلقاو راحتكم فاش امبروفيزيو ولكن راه غادي نعطيكم لي غام اللي كثر من هادشي ان شاء الله اللي كيكونوا شوية جازي غير بشوية بشوية علينا كنتمناكم تخدموا معايا هاد لي غام وهاد الشيء كاع اللي عطيتكم ومره مره رجعوا الفيديوهات القدام باش تعقلوا على لي غام باش اي اغنيه لعبتو ولي زاكور ديالها غتعرفوا لي غام راه عطيتهم لكم كلهم سيداتي وسادتي ما بقى عليا غير نودعكم ان شاء الله الى حلقه القادمه